كم نتحدث مشاهدينا الكرام، وكم نشيد، وكم نغرد، وكم نتوجه بالتحية إلى كل الإخوة المغتربين سواء في أفريقيا أو في أوروبا أو في كل أرجاء الدنيا. المغتربون موجودون واهتمامهم واحد وعيونهم واحدة، هي اليمن وما يدور في اليمن ومحبتهم لليمن. اليوم سنشد الرحال مشاهدينا الكرام إلى الجالية اليمنية في برمنغهام في بريطانيا، التي لها حضور طيب وكبير منذ مئات السنين، حيث هاجر اليمنيون منذ الأزل من القرن السادس عشر 1860، وهؤلاء الإخوة اليمنيون يجوبون أراضي وبلاد بريطانيا برمنغهام. معنا مباشرة عبر سكايب الأخ حسين النهاري من أعيان الجالية اليمنية في برمنغهام بريطانيا. أخي حسين، مساكم الله بالخير. مساء الخير والعافية أخ محمد. أهلا وسهلا بك يا أخ حسين. وإذا تحدثنا عن الجالية اليمنية في بريطانيا، فهي تتركز في العاصمة لندن ومدن أخرى كشيفيلد وليفربول وبرمنغهام وبقية المناطق المختلفة، لكن ما نسبة المغتربين في ليفربول يا غالي؟ بداية أوجه شكري للقائمين على هذا البرنامج لأنه يتطرق لقضايا إنسانية. بارك الله فيك. أما بالنسبة للجالية اليمنية فهي تتوزع بين برمنغهام وليفربول وشيفيلد ومدن أخرى، ولا أستطيع أن أتيك بأرقام دقيقة، لكن كما ذكرت أنت أنه بداية الهجرة كانت من بداية 1860. صحيح. ثم بعد ذلك بدأ كان الهدف هو العمل، ومنهم من قتل في الحرب العالمية الثانية في البحر. أيوة. الحرب العالمية الثانية. ثم بعد ذلك استمروا في القدوم للعمل ووصلوا إلى الأراضي البريطانية للاستقرار، ثم بعد ذلك بدأوا بعملية لم الشمل، لم الأسر، ثم بعد ذلك اتجهوا إلى المصانع، والآن يعيش في بريطانيا قرابة 4 أجيال. تجد صحيح. الأب وابنه وأبوه وجده. صحيح. 4 أجيال تتواجد في بريطانيا، لكنهم هم جزء من هذا الوطن. هم صحيح. هم جزء من اليمن، وجزء من هذا الشعب الذي يعاني هذه الأوضاع. والمطلوب يا عزيزي هو معالجة هذه الأوضاع. نحن إذا ظلينا نتطرق للجوانب الإنسانية تستمر المعاناة. صحيح. لكن لابد من حلول. طيب أخي حسين، يقدر عدد المغتربين اليمنيين في إحصائية ربما لم تكن رسمية، لكن من 80 إلى 100 ألف. اليمنيون هم اليوم أقدم جالية مسلمة عربية مهاجرة في بريطانيا، انخرطوا في كل مجالات الحياة وأصبحت لهم تجارتهم الخاصة ويعني أعمالهم الخاصة. يعني أهمية الجالية اليمنية بالنسبة للجاليات العربية الأخرى. الجالية اليمنية عددها تقريبا ربما يصل إلى حدود 120 ألف نسمة. صحيح. وهم جزء من الجالية العربية، وأيضا وصلوا إلى مرحلة الاندماج. صحيح. الآن في من هم أطباء، في من هم يعني رجال شرطة، في من هم مدرسون، في من هم يعملون في المستشفيات. وصلوا إلى مرحلة الاستقرار، ومع ذلك يحنون إلى اليمن للعودة. لابد أن نتطرق أخي محمد إلى قضية ارتباطهم بالوطن. الآن هم لديهم جمعيات خيرية ويرسلون المساعدات، وأيضا يدعمون أسرهم بالنفقات الشهرية. صحيح. ولكن لابد من عملية إصلاح مؤسسات الدولة، لأن إنفاق الأموال في ظل وجود الفساد كالذي يصب ماء في قارورة مخروقة. صحيح. أخي حسين، إن شاء الله اليمن إن شاء الله أنه نتكلم. اليمن بإمكاننا أخي محمد أن تتيح لي الفرصة، بإمكاننا أن نبني اليمن بأموال المغترب اليمني. صحيح. المغتربون
اليمنيون لو تذهب في كل دول العالم تجد يمني، ثم تبحث عن الإحصائية يقول لك عدد اليمنيين 30 مليون. يعني مرأنا الدنيا صحيح. والأبطال تقول 30 مليون. صحيح يا أستاذ حسين، الأرقام مهولة جدا، وهؤلاء الإخوة المغتربون ثمرة، وهؤلاء هم رأس مال، وهؤلاء هم رأس مال البلد الحقيقيون. نحبكم جدا يا أخ حسين، نتمنى لكم كل خير، أنتم اشتد بكم الظهر سواء في حلنا وفي ترحالنا، عينكم على اليمن، محبتكم لليمن. بس يا حسين زعلان لأنه ما فيش قناة اليمن عندكم، ليش يا أخي؟ قناة اليمن بسبب بعض السياسات الخارجية ومحددين موقف من الحكومة اليمنية طيب. في صنعاء. طيب طيب يا أخي لو تكرمت. فأيضا توضع عوائق، يعني ما تقدروش انتوا تدخلوها ضمن احيانا بيجي واحد مثلا مبرمج مهندس يصلحها في الجبا وتصلح على طول. فانا اقول الله يوفقكم اخي الكريم واتمنى لكم كل خير. المهم تتابعونا حتى عبر الضوابط. اجابه دقيقه، في بعض من يستخدموا اشتراكات شهريه ويستطيعوا ان يشاهدوا الفضائيه اليمنيه. ممتاز، الله يوفقك أخي حسين النهاري من أعيان الجالية اليمنية في برمنغهام في بريطانيا، متحدثا إلينا، وفي كل يوم قصة وحياة وتواصل واهتمام مع الإخوة المغتربين الموجودين في أقاصي الأرض أينما كانوا. والحلقة القادمة إن شاء الله تواصل مهتم، ربما يكون من أفريقيا وربما يكون من مكان آخر.